باشمهندس اشرف، حضرتك عندك خبره كبيره جدا في شغل الريل ستيت بره مصر. حضرتك شايف السستينابيليتي ومدن الجيل الرابع اختلافها ايه في مصر عن بره مصر؟ المدن اللي احنا عملناها في مصر كالعاصمه والعالمين هي يعني على اعلى مستوى، ما تقلش عن اي مدينه عالميه تانية في اوروبا او في امريكا. طبعا مطبق عليها كل اعلى الستاندردز واعلى السبيكس، ودي بقى ميزه كبيره. انا شايف ان مصر هتبقى متقدمه قوي في المجال السستينابيليتي، لان هي ابتدت فروم نيو سيتي وتقدر تطبق فيها كل المعايير وكل المرافق والانفراستراكشرز والمحطات الكهرباء والميه، وكلها معموله مطابقه للمعايير دي، حتى مواصفات للمطورين في الانشاءات بتاعتهم، ديزاين والاربن ديزاين، في مساحات خضراء كبيره، في المواصلات والترانسبورتيشن كلها معمول حسابها. طب ايه اكتر حاجه لفتت نظرك في مشروعات اللي حضرتك نفذتها بره مصر؟ مشروعات بره مصر طبعا بتطبقوا فيها يعني التشطيبات الداخليه كشبابيك كايزوليشن للام اي بي اللي هو الالكتروميكانيكال، اعلى بكتير قوي من مصر. يعني هنا مشكلتنا في مصر في الايزوليشن، في مستوى الشبابيك والابواب والعزل حتى للبايبس والمواسير كل بره، يعني بره بيهتموا بالحاجات دي جدا جدا، احنا هنا ما وصلناش للمستوى ده في التشطيبات الداخليه يعني. ودي يعني اتمنى ان احنا نبتدي نشتغل عليها، يتم تعديل الكود البناء ان هو يفرض المواصفات دي، وفي ماتيريالز جديده كتيره دلوقتي مستخدمه بره فيها عزل حراري وصديقه للبيئه. طبعا دي هتعمل ريفليكشن على سعر المتر، احنا الكوست بتاعنا هنا في مصر قليل وما يسمحش ان احنا نطلع المستوى العالي في الفينيشنج ده. هل ده يمكن بسبب المنافسه الشديده اللي موجوده النهارده في العاصمه الاداريه ما بين المطورين؟ طبعا هي في منافسه، وبعدين المطورين مش عاوزين يعني يقول لك العميل مثلا او الكلاينت البادجت بتاعه ليميتد. طب ما هو الكلاينت ده بيجي يشتري شقه 150 متر بسعر مثلا 1,000,000 جنيه، طب ما هو ممكن ياخد بنفس البادجت ده شقه اصغر، مساحتها اصغر شويه، بدل 150 ياخد شقه 100 متر، بس ياخدها بسبيكس حلو، ياخدها بمواصفات حلوه زي ما بره بيعملوا. الناس عادي بره تروح تشتري شقه 60 متر و70 متر، هنا ما فيش حد مثلا بيفكر يقول لك عاوز اشتري شقه 70 متر. بس هل الفكر ده موجود عند العملاء المصريين؟ هو لما هيبتدي يعني لو السوق كله ابتدى يشتغل يعني صح بخامات محترمه بالمواصفات العزل اللي احنا بنتكلم عليها، بالمواسير، بالبايبنج الاعلى ما يمكن، بالمواصفات دي تكلفه هتعلى على الجميع، فهيبتدي انا وغيري بنكلف الحاجه لان كلنا مشغلين بالمواصفات العاليه دي، فالعميل اللي هيبتدي تو ادجست بقى البادجت بتاعه، بدل ما بياخد شقه كبيره ياخد شقه اصغر. مؤتمر انفست جيت النهارده فرصه هايله عشان المطورين يقعدوا يعرضوا افكارهم، ايه اكتر موضوع اثار اهتمام حضرتك؟ من الحاجات اللي عجبتني النهارده ان احنا بنشوف برضو حوافز للكلاينت او الزبون اللي هو رايح يشتري يسال عن المشاريع اللي واخده مثلا شهاده السيرتيفيكت الليدز، فممكن طبعا سعرها يبقى اغلى شويه من اللي مش مطبق الاشتراطات دي، فالحكومه تديله حافز ان هو ما يدفعش مثلا ضريبه عقاريه، وحوافز برضو للمطورين علشان زياده مده الانشاء، يساعدوهم مثلا يبقى ليهم فاست تراك في الرخص بتاعتهم، مدد تقسيط ارض. طب حضرتك